أعلن المخرج هاني لاشين عن وفاة المخرج مجدي محرم من خلال حسابه بموقع فيسبوك، وكتب لاشين: العزيز الغالي، عشرة العمر، المخرج مجدي محرم وداعا، ادعوا له بالرحمة. مجدي محرم من مواليد 16 يوليو عام 1950، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1979، وأخرج عدد من الأفلام التسجيلية، كما أخرج فيلم وتمت أقواله عام 1992. في حين نعى المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج الراحل عبر منشوره على فيسبوك قائلا: مجد محرم المخرج وزميل الدراسة، الإنسان الجميل، وداعا. يذكر أن مجد محرم مخرج مصري من مواليد 16 يوليو عام 1950، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1979، وأخرج عدد من الأفلام التسجيلية.